السلام عليكم، كيفكم يا سادس؟ كيفكم يا طلاب الحلوين؟ إن شاء الله يا مس بيكون يوم حلو عليكم. اليوم يا مس رح ناخذ الجمع الثالث لأنواع الجموع. حكينا أنواع الجموع: جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. حكينا جمع المذكر السالم هو جمع ينتهي بياء ونون أو واو ونون للمذكر، ويكون سالم أي لم تتغير حروفه أو لم يحدث لحروفه تغيير. جمع المؤنث السالم هو جمع للمؤنث وهو ينتهي بألف وتاء، وحكينا يكون للعاقل وغير العاقل، عكس جمع المذكر السالم يكون للعاقل فقط. حكينا ينتهي بألف وتاء جمع المؤنث السالم، وهو سالم أي سلمت حروفه من التغيير. هلأ رح ناخد الجمع الثالث وهو جمع التكسير. جمع التكسير يا مس بيختلف عن جمع المؤنث السالم والمذكر السالم. حكينا انه هم سالمات، لكن جمع التكسير اي احنا نكسر هذه الحروف ونغير بها، نكسر الكلمة ونغير بها، فهو جمع تكسير اي لم تسلم حروفه من التغيير، اي تغيرت هذه الكلمة وتغيرت حروفه سواء في زيادة او نقصان او ترتيب هذه الحروف. رح ناخذ ثلاث جمل مع بعض. رح نبلش بأول جملة يا مس. رح نكتب: اجتمع المدراء في المركز. الجملة الثانية: كرم الوزير الأطباء. كمان يا مس: سلمت على العمال. عندنا هدول الثلاث جمل، رح نركز على الجمع فيهم. ايش هم الجمع يا مس؟ المدراء، الاطباء، المدراء، الاطباء، العمال. لاحظنا هاي الجمع منهم. طب لو حكينا يا مس بدنا نحولهم للمفرد، رح نحولهم للمفرد. المدراء بتصير مدير، مدير. الاطباء بتصير طبيب. العمال وإيش بتصير يا مس؟ العامل. هون الطبيب، هون المدير. لو حكينا يا مس المدير، الطبيب، العامل. هلأ لو حكينا إن المدراء هي نفسها المدير، لا مش نفسها، أي ترتيب الحروف نفسها لا. ننسى قل التعريف: ميم ميم، دال دال، ياء ما في ياء، في راء وألف وهمزة، راء وألف وهمزة، هون ياء وراء. فترتيب هذه الحروف تغيرت، أي كسرنا الكلمة أو كسرنا هذه الحروف وتغيرت هذه الحروف، كسرنا الكلمة وغيرنا في حروف هذه الكلمة، فهو جمع تكسير أي كسرت أو كسرت ترتيب هذه الكلمة. الأطباء صارت الطبيب. لاحظنا طاء باء ياء باء. لاحظنا هون المفرد منها طاء باء ياء باء، أما هون طاء باء ألف همزة، صح ولا لا؟ أطباء ألف همزة، طاء باء ألف همزة. هون يختلف ترتيب هذه الحروف عن ترتيب هذه الحروف، أي لم تسلم حروفه من التغيير، أي تغيرت هذه الحروف وكسرنا الكلمة وغيرنا في حروفه فسميت جمع تكسير، أي كسرت هذه الكلمة. العمال، العمال، العامل. لاحظنا عين، عين ألف ميم لام، عين ميم ألف لام،
صح نفس الحروف لكن تغير الترتيب هذه الحروف، عكس مهندس مهندسون أو مهندسات، ظلت الكلمة نفس ما هي لكن أضيفت الواو والنون أو الياء والنون والألف والتاء في نهاية هذه الكلمة. هون تغير ترتيب هذه الكلمة، سواء زادت أو نقصت أو تغير ترتيب هذه الحروف، مثل العمال نفس الحروف لكن تغير ترتيبها، أي كسرنا هذه الكلمة وأعدنا بناؤها من جديد، فلهذا سمي جمع تكسير. لو إجينا نعرف جمع التكسير، ما هو التعريف لجمع التكسير؟ التعريف له يا مس هو جمع يدل على أكثر من اثنين، هو جمع يدل على أكثر من اثنين بتغير بنية الكلمة، تغيرت بنية هذه الكلمة وتغير ترتيب حروفها عند تكوين الجمع منها. يعني التعريف له، رح نكتب التعريف مع بعض. هو جمع يدل على أكثر من اثنين بتغير بنية الكلمة وتغير ترتيب حروفها عند تكوين الجمع منها، عند تكوين الجمع منها. لاحظنا يا مس هيئة جمع التكسير، هو جمع يدل على أكثر من اثنين بتغير بنية الكلمة وتغير ترتيب حروفها عند تكوين الجمع منها. طب لو إجينا حكينا بدنا نعرب جمع التكسير، لو إجينا حكينا بدنا نعربه يا مس، كيف بنعربه؟ يعرب جمع التكسير حسب موقعه في الجملة، يعني ما له إعراب محدد، حسب موقعه إحنا بنعربه يا مس. حسب يعرب أو يعرب جمع التكسير حسب موقعه في الجملة يا مس. بنلاحظ يعرب حسب موقعه في الجملة. اجتمع المدراء، اجتمع فعل، المدراء هي فاعل، فجاءت جمع التكسير هي فاعل، جاء ماذا؟ فاعل، والفاعل دائما ماذا؟ مرفوع علامة رفعه الضمة، يعني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لاحظنا يا مس، كرم الوزير الأطباء، كرم فعل ماضي، الوزير هي فاعل، هنا مفعول به، الذي وقع عليه فعل الفاعل فهو مفعول به، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لاحظنا يا سادس. طيب يا مس، سلمت على العمال، سلمت على العمال، لاحظنا سلمت على العمال، العمال هنا جاي، نطلع قبلها ماذا؟ حرف جر، فهنا جاءت ماذا؟ اسم مجرور، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة يا مس، وعلامة جره الكسرة. لاحظنا يا سادس، يعني يا مس يعرب جمع المذكر السالم حسب موقعه في الجملة، وحكينا هو اسم يدل، هو جمع يدل على أكثر من اثنين تغير بنية الكلمة وتغير ترتيب حروفها عند تكوين الجمع منها. وهيك احنا يا مس بنكون اعطينا جمع التكسير، ويعطيكم ألف عافية يا سادس.